تعد الزيارة الكريمة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان صورة عظيمة لصور التلاحم ما بين القيادة الرشيدة في المملكة وما بين الشعب السعودي. في هذه الزيارة الكريمة سيتم دعم مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية وفي منطقة حائل على وجه الخصوص. من هذه المسيرة دعم المشاريع الصحية والتعليمية في المنطقة. نحن في وكالة جامعة حائل لشؤون الطالبات نرحب بمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في منطقة حائل.